أول وصفة نبدأ بها هذا الفيديو بحول الله تعالى هي أولا نأخذ الأرز. هنا نستخدم أي نوع أرز متوفر في البيت، أي نوع، لا يوجد هنا نوع محدد. نقوم بغسله أولا. هنا المكونات ضاعي فيها حسب طول وكثافة شعرك، لأننا يمكن أن نستخدم هذه الوصفات حتى للأطفال، لا مانع في ذلك، والذكور كذلك، هي وصفات طبيعية. هنا وضعت 2 ملاعق طعام كبيرة من الأرز، قلت نستخدم أي نوع أرز. نضيف عليه مباشرة كوب كبير من الماء ونضعه على النار حتى يغلي. نقوم بغلي الأرز إلى أن يضج تماما، ونحتفظ بكمية قليلة من الماء في الأرز لأننا نحتاجها في هذه الوصفة. وبعد ما ينضج الأرز ونترك كمية قليلة من الماء، الخطوة الثانية نأخذ الخلاط ونقوم بطحن الأرز مع الماء جيدا للحصول عليه بشكل كريمي، ونتحصل عليه بهذا الشكل كريمي. بالنسبة لصاحبات الشعر الجاف جدا، أنصح بإضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت زيتون أو زيت الأرغان أو زيت جوز الهند. بالنسبة لمن شعرها دهني وبه قشرة، أنصح بإضافة ملعقة من خل التفاح أو أي نوع خل، أو حتى عصير الليمون. المكون الثاني الذي نضيفه في هذه الوصفة هو كوب من جل بذور الكتان. الكل يعرف طريقة استخلاص جل بذور الكتان. بديل جل بذور الكتان نستخدم جل بذور الشيا أو جل الألوفيرا، ولكن هنا الوصفة مجربة بالمكونين جل بذور الكتان وجل بذور الشيا كذلك. كوب، طبعا هذه الكمية تكفي لصاحبات الشعر الطويل. ونقوم بخلط المكونات كذلك مع بعض جيدا، سواء بالخلاط الكهربائي أو فقط بهذه الطريقة. نخلط جيدا المكونات، كما يمكننا كذلك إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين إي أو الأوميغا 3 لهذه الوصفة لزيادة فعاليتها، بالنسبة إذا كانت هنالك فراغات في مقدمة الرأس أو حتى إذا رغبنا في تطويل الشعر. ونتحصل على هذه الوصفة الرائعة لتنعيم الشعر، حتى وإن كان شعر من النوع المجعد الإفريقي يمكن استعمال هذه الوصفة، والنتائج رائعة ومن أول استخدام نلاحظها. طريقة تطبيق هذه الوصفة على الشعر، يجب هنا أن يكون الشعر نظيف، بمعنى خالي من الزيوت أو أي وصفات أخرى تمنع نجاح هذه الوصفة. يكون الشعر نظيف، أو حتى استعمليه بعد غسل الشعر وتجفيفه، بمعنى أن يكون شعرك مجفف. ونستخدم هذه الوصفة، نوزعها بالفرشاة، فرشاة الشعر، على كامل خصلات الشعر. دائما طبعا نهتم بالفروة بالنسبة لهذه الوصفات الطبيعية، مفيدة جدا كما سبق وذكرت أنها تعمل على إنبات فراغات الرأس ممتازة، وليست لها أي آثار جانبية لأنها مجربة وناجحة. نقوم بتوزيعها على كامل الشعر حتى على الأطراف، كذلك تزيل تقصف الأطراف، وتلاحظين هذا من ثالث استعمال فقط. نترك هذه الوصفة على حسب درجة الشعر والتجعد الموجود في الشعر، ممكن نصف ساعة فقط، ممكن ساعة أو ساعتين، لا آثار جانبية أبدا، حتى وإن قمت بالمبيت بها للصباح فهي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب، ولا حاجة لاستعمال البلسم. رائعة هذه الوصفة، يمكن استعمالها للحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال الصغار. بالنسبة للرضع مثلا سنتين، كذلك يمكن استعمال هذه الوصفة لهم وبكل أمان. صلاحيتها هنا، يمكن حفظ هذه الوصفة في المجمد
في علب فردية تكفيك للاستعمال الواحد إذا قمنا بعمل كمية كبيرة وحفظها للاستعمال لمدة شهر كامل. نستخدم هذه الوصفة حسب الرغبة وحسب الشعر، ممكن مرة واحدة في الأسبوع أو قبل كل استحمام. ننتقل لعمل الوصفة الثانية كما سبق وذكرت، وهي توضع في الشامبو بالنسبة للعاملات ومن ليس لديها وقت. أولا نحتاج للشامبو المناسب، ونحتاج كذلك هنا لحوالي بالنسبة لكامل عبوة الشامبو نحتاج لحوالي 6 ملاعق طعام كبيرة من جل بذور الكتان أو جل بذور الشيا. ممتازة هذه الأنواع من البذور للشعر والبشرة، ونقوم بإضافتها إلى الشامبو. نضيفها إلى الشامبو ونقوم برج المكونات جيدا، ونستخدم هذه الوصفة أثناء غسل الشعر. تلاحظين النتيجة من أول استعمال. بالنسبة إذا كان جال بذور الكتان أو بذور الكتان أو بذور الشيا غير متوفرة، المكون المتوفر في كل بيت لدينا هنا حليب البودرة، بودرة الحليب. نستخدم هنا أي نوع بودرة حليب. الطريقة هي كالآتي: نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بودرة الحليب، نستخدمها لكامل عبوة الشامبو. نضيف تدريجيا ماء الورد هنا من أجل خلط بودرة الحليب، لأننا إذا أضفنا بودرة الحليب مباشرة إلى الشامبو لن تمتزج المكونات مع بعضها البعض. ونقوم بخلط الحليب مع ماء الورد. ماء الورد كذلك له فوائد كثيرة للشعر، وسبق ووضعت فيديو عن طريقة استعمال ماء الورد للشعر. ونخلط المكونات للحصول عليه بشكل كريمي بهذا الشكل، ثم نضيف هذه الوصفة على كامل عبوة الشامبو ونرج المكونات جيدا مع بعضها البعض للحصول على كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر دون الحاجة إلى عناء الوصفات بالنسبة لكل أخواتي العاملات أو حتى الأمهات. هذه الوصفة صلاحيتها طبعا صلاحية الشامبو مع بذور الكتان أو مع ماء الورد حتى نفاذ كمية الشامبو عندك. كل هذه الوصفات آمنة لأخواتي الحوامل وأخواتي المرضعات وحتى الأطفال الصغار. بالنسبة للأطفال الصغار الرضع يمكننا استخدام حليب الأطفال لهم مع شامبو الأطفال إذا كان الطفل لديك شعره من النوع الخشن أو الإفريقي.